تشرد بسرعه. انس اقلق. اسمع اسمع هيا خلاص خفت. هاي الشظايا سامع، تعودنا على الصوت. استهدفت في تلك المنطقة، منطقة ثلاثة واجه الاسعافات والصحفيين في هذا المكان كما تشاهدون. أنس يحيى قصف استهداف جديد في المكان الذي نتواجد فيه الآن. استهداف جديد، الآن غارة جديدة، الآن غارة جديدة في نفس المكان. الغارات لم تتوقف على منازل المواطنين الأمنيين في مخيم جباليا. النيران الآن درع مين هذا؟ درع مين؟ خذوا 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 النيران الآن. انزل بسرعة. استهداف استهداف علينا، استهداف علينا. قصف الآن، هلا اتخبى. خلاص خلاص خليه. أناس أناس تعال تعال جا. استهداف آخر الآن، استهداف آخر في مخيم جبالي الشظايا. أناس اتخبى يا ناس. نحن الآن في آخر نقطة يمكن الوصول إليها إلى هذا المكان. من يتجاوز هذا الشارع يتم إطلاق النار عليه بشكل مباشر. كما نسمع أصوات إطلاق النار، هذه اشتباكات متواصلة بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال في شرق مخيم جباليا. الآن الشظايا تتساقط علينا. الآن غارة أخرى في نفس المكان على شارع السكة. الآن الشظايا تتساقط علينا. هنا أصيب أحد طواقم الخدمات الطبية وهو يحاول إسعاف أحد المواطنين في هذا المكان. أبو صلاح السلام، إن شاء الله. استهداف منزل الصحفي أنس الشريف الآن للمرة الثانية على التوالي. جيش الاحتلال أطلق الآن كما تشاهدون استهداف في هذه المنطقة بمدفعية. غارة في هذه المنطقة، استهداف أحد المنازل الآن ونحن نوثق ذلك. نحن على بعد أمتار من هذا المكان، تتمركز قناص الاحتلال بالقرب من هذه المنطقة وتطلق النيران بشكل كثيف جدا على الصحفيين الذين يحاولون الوصول إلى هذه المنطقة. أنس الشريف، الجزيرة، مخيم جباليا.